قمتم بهذه الحملة؟ بشكل بسيط، الهدف من الحملة هو تعرية القاتل بشار الأسد أمام المجتمع الدولي بأنه ليس سوريا إنما محتلا، وبما أنه محتل يجب مقاومته. هذا هو الهدف البسيط من الحملة. من أين نشأت هذه الفكرة؟ الفكرة نشأت من كنا مجتمعين كمجموعة ثوار، كل الأخوة الثوار، لو تستطيع الكاميرا تندار تلاقي عدة من مجموعة من الثوار. نشأت الفكرة بيناتنا، تبلورت مباشر يا شباب، باشرنا يعني أمور. المهم نحن هدفنا العمل ضد النظام، تمام؟ فمن هون طلعت الحملة. طبعا أثناء القصف والحالة التي تمر بها مدينة حلب لابد من صعوبات، ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء هذه الحملة؟ تمام، صعوبات جدا كبيرة، وخاصة من بداية الحملة حتى نهايتها. من بدايتها واجهنا صعوبة جدا في إيجاد معمل نستطيع أن نقوم بطباعة البروشورات، عرفت شون؟ فواجهنا عدة صعوبات، لأن بعض المعامل أهلهم مو موجودين بسبب القصف طبعا المركز على مناطق الصناعية اللي اضطرينا أن نروح لها. اثنين، صعوبة تلزيق المنشورات، لازم تتلزق في أماكن عامة، والنظام من مدة 10 أيام أو 15 يوم لما انطلقنا بالحملة مكثف غاراته الجوية على مناطق حلب، فهذا وجدنا صعوبة في لزق المنشورات. يعني أحدى الأخوة امبارحة كان معنا الإعلاميين من قناة حلب اليوم، كنا في بستان الأصر وصار قصف جدا كبير، الله ستر الله ستر، عرفت شون؟ وكانوا راحوا لأن البرميل طب جنبهم. الحملة هل اقتصرت فقط على مدينة حلب أم على المدينة والريف أم على كافة محافظات سوريا؟ تمام، الحملة انتشرت بالأنترنت بكل محافظات سوريا، وطلعت برات سوريا، مخيم كلس، مخيم الريحانية، طلعت على غازي عنتاب، في عنا السفارة البلجيكية، في أخوة أن هناك ناشطين راح يشاركونا، في السفارة الكندية راح يشاركونا. لكن كعمل كثيف ومكثف ضمت مدينة حلب وريفة من عزاز تقريبا للأتارب، توزعت المنشورات بشكل كامل وكله مشارك، اليوم أول يوم بإذن الله في إقبال، وإن شاء الله بعد شوي رح نطلع نغطيها عالميا. وغدا يكون لأمتي صرح تزين المشاعل، وغدا إذا الحق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ماذا تفعلون هنا؟ والله نحن عم نحتفل بشأن الجنسية، حل الجنسية مع بشار الأسد. ماذا تعني لكم هذه الحملة؟ والله تعني كثير، يعني إنه نحن هون عم ناخذ حريتنا، عارف شو؟ حرية تامة يعني من هذا الظالم، الحمد لله رب العالمين. ماذا توجه كلمة للذي ينتخب بشار الأسد في هذا الوقت؟ هذا يكون صايد. شلون؟ وهذا زلمة بشار رجل مجرم بكل معنى الكلمة، ولا للشرعية له ولا للجنسية، ولله الحمد عنا شعب قوي وصامد ومكافح، لله الحمد مكافح لأبعد حد، مع البراميل، مع الصواريخ، مع القذائف، مع كل شيء، صامد وبارك وما بيطلع من هون إلا إن شاء الله يا عجزته ينتصر، يا عجزته يا يبدد ينتصر يا بشار. لا 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 تفكر شعب له إرادة بالعيش في هالبلاد، هاي البلاد إنما إلك، فلا للشرعية إلك ولا للجنسية إلك، وإن شاء الله بدنا نسحبها منك بإذن رب العالمين، بإذن رب العالمين، بإذن رب العالمين. شكرا لك. نحن نسأل الناس الذين ينتخبون والذين هل لهم هدف من هذا؟ نحن هنا لنا هدف، أما هناك فلا يوجد أهداف، لأنه نحن نعلم هذا النظام لنا معه أربعون وخمسين عام، انتخابات قصرية ووظائف قصرية جبرية ووراثات والأمور كلياتها معروفة لدى العالم كلياته. نحن هنا هدفنا نقول للعالم كلياته، مع العالم الأصم، على الأصم يرى أن هناك من يقول أن لا نريد بشار الأسد، وقد قال العالم كله، العالم الغربي والعالم الإسلامي والعالم، قال أن الأقليات في سوريا لها حقوق، فهل يعتبرون فليقيموا لنا وزنا كما أقاموا للأقليات؟ نحن هنا في المناطق المحررة أقليات ونقول لا نريد بشار الأسد. بنفس الوقت اللي عم تقوم هون حملة سحب الجنسية من بشار الأسد، أيضا تقوم أناس يدعون أنهم يثبتون الشرعية لبشار الأسد، ماذا توجهين كلمة لهؤلاء الناس؟ كل إنسان عنده ضمير وشريف ومخلص لوطنه ولشعبه بيرفض رفضا قاطعا أنه ينتخبوا لبشار، ولكن اللي عم ينتخبوه كلهم جبناء بيخافوا منه،
كل إنسان بينتخب بشار بيكونوا جبان ابن جبان. ماذا توجه كلمة للذي ينتخب بشار الأسد في هذا الوقت؟ بوجه لهم كلمة بقول لهم إنه هذا الظالم اللي بيأيد الظالم بيكون أظلم منه. الظلم ما راح يدوم وبحياته ما راح يدوم، والله كبير على الظالم. كل إنسان بده يروح ينتخبه معناته هو شريك بسفك الدم السوري. هو راقد ورا الصين ورا روسيا، خير ورا الصين وروسيا، ماله شغله هو ولا دم عربي هو، خليه ياخذ اغراضه وينقلع من عنا. استاذ عبد القادر، كيف رايتم اقبال الناس على هذه الحمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اول شغله بنشكر لفتكم الكريمه لهذا العرس حقيقه اللي بياكد على اسقاط بشار الاسد في المناطق المحرره. عرس بالنسبة إن سقط هذا المجرم. منشكر كل القادة الأوروبيين اللي رفضوا الانتخابات في بلدهم، ولكن إن عتب كتير كبير على القادة العرب للأسف اللي محسوبين على بين هلالين، يعني محسوبين على الثورة السورية مثل أخوتنا بالأردن اللي وافقوا إنه يصير تصويت واقتراع على انتخاب هذا المجرم الجسار بشار الأسد. هل تجدون نتيجة معينة من هذه الحملة؟ أخي الكريم، نحن الآن نحشد كل الثوار والأحرار في سوريا على إسقاط أو رفع الجنسية عن هذا الرجل المجرم اللي هو وعائلته هن عبارة عن محتلين لسوريا من والده المجرم حافظ الأسد وهو بشار وأخوته وعائلته، هؤلاء اللي جعلوا سوريا مزرعة لآل الأسد اللي نهبوا خيراته ودمروها ودمروا كل البنى التحتية الموجودة في سوريا. أخي أبو حمزة، بنفس التوقيت التي تقام فيه انتخابات يسمونها شرعية في مناطق سيطرة النظام، تقوم حملة سحب الجنسية من بشار الأسد في الأراضي المحررة من مدينة حلب، ماذا تقول في هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد هي الحملة يعني كان لازم نقوم فيها حتى من قبل، يعني من وقت ما هو أعلن عن حملته تبعية انتخاباته اللي عم سميها هو إنه شرعية، كان لازم نحن نأسرع بالرد الفوري بهي الحملة. وأكيد أنا موافق على هي الحملة لأني هيك حاكم، يعني ما في أي حاكم في العالم ساوى مثل ما ساوى بشار الأسد في شعبه، يعني قتل شرد دمر، يعني ما في شيء ما سواه ابدا. فاكيد يعني انا موافق 100% على سحب الجنسيه، وبدعي كل الناس حتى اللي خايفين انه يسحب الجنسيه، لاني بكره امام رب العالمين راح ينسى. والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول، لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما انامل، وعليه أصبح حوبة دمع السكالى والأرامل.